يا مواصل صوتي على معاق. ايه عم يسمعك. انا رايح وفره بس في بصل ما في. بصل ما في؟ بصل ما في وفره. بالوفره. وواحد العبري نفس الشيء. انت وين ساكن ابو حمد؟ العرضية. حاضر عمي. انت بالذات انا راح اجيب لك اياهم. وانا رحت مزارع العبدلي حمام ما في. انا سجل احمد سجل رقم تليفونه. حاضر عم ابو حمد تامر تدلل ان شاء الله. تسلم. تامر وباشر يوصل لك طال عمرك. حاضر. قال ابي بصل يينا جمعيه النساء قاعد نصور عشان الباركود ولكن لقينا البصل حق ابو احمد. وانا قلت لك يا ابو احمد راح اجيب لك البصل للقناه تجي تاخذه. بس ابو احمد عندي مشكله توهقت ما ادري اي بصل تبي اكو ابيض اكو مو زين ترى انا بهالسوالف وايد بس شانك يا ابو احمد تامر. ابو احمد قاعد يرن تليفونه خلينا نشوف ابو احمد شنو يبي. حاط سلام الوطن يا ابو احمد. والله ونعم ابو احمد. ابو احمد. ابو حيدر وياك صالح جرمن. ابو حيدر. اقول لك انا بالجمعيه يوم قلت لي على الهواء تبي بصل اي نوع بصل تبي احمر؟ لا بحذر. ها؟ بحذر احمر ولا شنو تبي؟ احمر. احمر كبير ولا صغير؟ كيفك. كيفك انت تبي خيشه كبيره؟ كيفك. ها؟ كيفك يا ابو حذر. خلاص خيشه ولا خيشتين؟ خيشتين كم واحد انتم بالبيت؟ أنا ثمانية. ثمانية ما يكفيك خيشة عمي. أجيب لك خيشة كبيرة خلاص تم؟ خلاص تامر يا حبيبي. الوفرة مازال ما وفرة ما في. إن شاء الله أعلن باكر الوفرة. أنا الحين بالنزهة اسمعني. زين أنا الحين بالنزهة آخذ لك الحين هذه وتعال يوصلوا لك خلي الشباب يوصلوا لك إياها للبيت. أنت وين ساكن؟ العرضية يوصلك لي عندك. تم مشكور يا ابو احمد. هلا 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 والله مع السلامة. نزع عندهم خير موجود كل شيء موجود. عليكم 60 عافيه يا ابو احمد. وقلت لك انا على الهواء والادري ما يقصر. وانا اول شيء قبل الله اشكر الاخوان في جمعيه النزهه. شكرا لكل من اتصل بعد الحلقه. يعني حبيت التفاعل هذا. يعني وايد ناس اتصلت احنا نبي نودي بصل حق يعني ناس. التفاعل اللي صار وايد حلو صراحه. ومشكورين. يمكن انا رديتكم بس والله ما رديتكم لان يعني لا والله مو الموضوع اني رديتكم بس لان انا على طول خلصت الحلقه وكان عندنا موعد الساعه 10 مع الاخوان في جمعيه النساء وعلى طول اتصل فيني هيثم العوض قال لي ابو حيدر ترى البصل مال ابو احمد موجود. فعشان كذي اللي اتصلوا اعتذرت منكم ومشكورين. وايضا الشكر للاخوان في جمعيه النساء يعني استثنوا هم البصل يبيعونه بالكيلو يعني حسب الكميات اللي موجوده. استثنوا ابو احمد بالخيشه هذه الكبيره والجزء الثاني ما قبلوا. والله العظيم وهذه شهاده حق انا اقولها يعني ما بيحط شيء في ذمتي. ما قبلوا قالوا ان هذه هديه مننا احنا مجلس إدارة النزهة حق اخونا ابو احمد. مشكورين يعطيكم العافية. هذا بلد الخير وهذه الامور كلها موجودة. وكان بالصدفة ان انا كنت في النزهة وكان البصل موجود فصورنا تقرير هذا وباشر راح تشوفون ان شاء الله تقرير الاخوان في جمعية النزهة. بلد خير.